موقف السباق للحركة الشعبية من الجريمة النكراء اللي عرفتها المنطقة البحرية الحدودية كان موقف عفوي وتلقائي، فضلت طبعا بشاعة ما حصل، حيث تم الضرب على أرض الحائط بكل القيم والمشاعر الإنسانية قبل القوانين الدولية. طبعا لا يمكن السكوت بتاتا عن قتل مواطنين مغاربة عزل بدم بارد، فإلى هذه اللحظة لا تزال قلوبنا تعتصر ألما، وطبعا تفكيرنا يتجه إلى أهالي الضحايا. في الأيام الأخيرة تسجلت واحد مجموعة ديال التفاعلات مع الحادث، سواء من طرف جمعيات المجتمع المدني والحقوقي حتى من داخل الجزائر. هناك أيضا مبادرات لطرح الأمر على العدالة الدولية، على العدالة دوليا، لأن الأمر جلل ويتعلق بجريمة ضد الإنسانية، لأن ما أقدمت عليه البحرية الجزائرية اليوم سيظل كامل الأسف بصمة عار ووسم خزي فوق المياه الإقليمية الجزائرية الجارة، وهي ملطخة بدم شبان أبرياء في مقتبل العمر، ذنبهم الوحيد وأنهم لقوا راسهم فوق مياه ديال جيرانهم وخوتهم، ما هزين سلاح، ما رايحين ولا غادين يهددوا السلامة ديال الجيران. لو كانت النية صافية لكانت البحرية وقفتهم استجوباتهم، وهي طبعا مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، أو حتى اعتقلتهم في أقصى الحالات، أو حتى إذا ما تمكنتش كانت تطردهم لإخراجهم من المياه الإقليمية الجزائرية. لكن باش تطلق عليهم النار بتلك البرودة، إذا ما كانش، اسمحوا لي ما عنديش تعبير آخر، بمتعة وانتشاء وبإحساس الانتصار والإنجاز، اسمحوا لي ما لقيتش التعبير والكلام باش نوصف هذا العمل العدواني المجاني اللي ما عنده حتى صلة لا بالجورة ولا بالأخوة ولا بالإسلام. لو كانت النية صافية مرة أخرى لربما استمر تواجد شبان المغرب العزل كفرصة لعناق الشعوب بالترحاب والهتاف للوحدة والمحبة، وربما كتطلع لجيل اليوم للتعاضد وتقوية اللحمة بين الشعبين الجارين والشقيقين. لكن يبدو أننا في واد والإخوان الحكام في الجزائر في واد. اليوم أريد أن أوجه رسالة خاصة أولاً إلى الشعب الجزائري اللي كتربطه بالشعب المغربي أخوة متبادلة، وأنا كنأكد أننا فقط ما كنرفعوا الشعار خوا خوا، بل كنعيشوه كيسري في قلوبنا في الوجدان ديالنا، وأناشد فيهم الجورة والمحبة والإسلام. أقول لهم أيادينا ممدودة وأذرعنا مفتوحة رغم الرصاص الغادر لحكامكم واللي شفتوه اليوم بعينكم، وما يكذبوش عليكم، رصاص الغدر ما عنده حتى تبرير. بغيتكم تفكروا في أمهات هؤلاء الشبان، في عائلاتهم، في زوجاتهم، في أولادهم اللي تيتموا وهم أطفال صغار، جو الحزن والأسى اللي كيعيشوا وهم جايين يدوزوا العطلة ديال الصيف في بلادهم وحدا جيرانهم. ثانيا وخاطب الجهات المسؤولة عن الأمر بإطلاق النار على مدنيين عزل، وخاطب مباشرة ضمائرهم اللي تكن العداء لكل ما هو مغربي، جارك أخوك في الإسلام. طبعا طلعنا على البلاغ الرسمي اللي حاول تبرير ما لا يبرر، والحديث عن البلاغ، أين هو الشرف العسكري اللي كيمنع قتل الأسرى والمعاملة ديالهم بقسوة؟ وحتى لو تعلق الأمر بمحاولة تسلل، وهذا غير صحيح، لأن الضحايا كتعرفوا ينعمون بوضع أفضل في أوروبا، ما كان عليهم إطلاق النار وسلبهم الحق في الحياة. تخيلوا معايا لو كانت دول مثل المغرب أو إسبانيا أو إيطاليا كتطلق النار على عشرات الآلاف من المهاجرين غير السريين، لو حدث ذلك لكان الأمر بمثابة حرب إبادة عالمية بهذه الروح الإنسانية والمغاربية والإسلامية. وخاطب الجوار كما خاطبته منذ شهور على أرض الجزائر، أقول لهم أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة. حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، بل إن زوال الدنيا، أقول زوال الدنيا، أهون عند الله من قتل نفس بريئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجدد تعازينا الخالصة إلى عائلة الضحايا، وأجدد الرحمة على أرواح الفقيدين، وإن لله وإن إليه راجعون.